حسين وحسين سيدنا الإمام الحسين سيدنا الإمام وحسين به سر الفداء
فوقف له أهل مصر. دققوا، أهل مصر دائما أهل محبة. فوقف له أهل مصر وذهبوا إلى الحاكم وقالوا: أدرك إسحاق المؤتمن، نريد أن يأخذ نفيسة إلى البقية إلى المدينة، ونحن نريد أن تبقى معنا. فذهب والي البلاد إلى إسحاق المؤتمن يترجاه فرفض، قال: ستدفن بجوار جدها صلى الله عليه وسلم. وأصبح الناس في قيل وقال، فأظلم الليل عليهم. وفي الصباح إذا بإسحاق المؤتمن زوجها يوافق أن تكون في مصر، فسئل ما الأمر؟ قال: رأيت رسول الله. هل صليتم عليه؟ هل صليتم عليه؟ أسمعه الصلاة عليه. قال: رأيت رسول الله البارحة وأمرني. بماذا أمرت يا إسحاق؟ قال: دع نفيسة لأهل مصر، فإن البركة تتنزل عليهم بها. ونحن في أسوان وفي هذا المشهد المبارك تتنزل علينا الرحمات بآل بيت رسول الله. هذه المرأة الطاهرة النقية صاحبة الخلق الجم والعبادة والزهد والورع، ساعة أن نجلس في هذه المجالس ونذكر الناس بها. هذا الأمر يحبه الله، فنقول في هذه المجالس: يا رب، نحن نتقرب إليك بما أمرتنا به. وبماذا أمرنا الله؟ قال لحبيبه ومصطفاه: قل، أي قل يا محمد، قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار منا جزاء على رسالته وعلى هديه إلا أن نحب أولاده، إلا أن نحب آله. فمحبة آل بيت رسول الله أمر نتقرب به إلى الله منها، وهم قرة العين، وهم عين عين القلب. وهذا ما تعلمناه من صحابة رسول الله. وست السيدة نفيسة تتعطف وأويسة، ترجمة
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم أيمن عبد الوهاب المسلمي نائب الطريقة المسلمية الأحمدية عن محافظة أسوان. النهاردة طبعا احنا بنحتفل بمولد ستنا السيدة نفيسة بمحافظة أسوان، وزي ما حضراتكم شايفين جموع الشعب الأسواني كله بيحتفل بمولد ستنا السيدة نفيسة. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ده مشهد لستنا السيدة نفيسة بنت الإمام حسن الأنور رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا زي ما احنا شايفين الاحتفال الكبير ده تمام، اللي بيدل على محبة المصريين بصدق عميق لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأيام لك ألف الله.
مشاهدينا في كل مكان، محافظة أسوان على أرضها العارف بالله الحاج حسن، بيتم الاحتفال بمولده، ومن خلال حلقة اليوم هنشهد مع حضراتكم كل ما يعني قدم من خلال هذه الاحتفالية المميزة. تعالوا معنا. أيها الجمع الكريم الذي جاء في هذا المكان العاطر الحافل بالمحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ما جئتم إلا طاعة لله ورسوله. فلقد قال الله في حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبمفهوم المخالفة: من أحب وليا أحبه الله. هذه الجموع التي جاءت لتنبئ ولكي تخبر عن محبتها للصالحين، عمن أحب الله وبسط سيرتهم على الأرض وأحيا ذكراهم على الدوام. نحن في هذا المجلس نتقرب إلى الله بمحبتنا للصالحين، ونحن في عرس ولي من أولياء الله، ألا وهو العارف بالله سيدي الحاج حسن الأسواني، الرجل المغربي الفاسي صاحب الخلق السمي وصاحب المقام الخفي. نحن جئنا في ذكرى ميلاده لكي نجمع القلوب على محبة النبي وآل بيت النبي. هؤلاء عرائس الله في الأرض، فالأولياء عرائسه في الأرض. من تقرب إلى الله بهم قبله الله، ومن أحبهم أحبه الله. إذا أردنا أن نعرف الولي فمن هو؟ الأولياء يا سادة ذكر الله، هم الذين إذا رؤوا ذكر الله هم دائما مع الله وبالله وفي الله، وكل أوقاتهم وأحوالهم مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الذي أوصلهم إلى هذه الدرجة؟ الإيمان بالله، الثقة بالله، التوكل على الله. الذين آمنوا إيمانا حقيقيا مطلقا، فلما تحقق الإيمان في قلوبهم عاشوا مع الله على الدوام. ليس إيمانا فقط استقر في قلوبهم، بل إيمان ترجم على أرض الواقع، ترجم إلى واقع نعيشه. فكانت أخلاقهم محمدية في كل أحوالهم وألحاظهم وأقوالهم وأفعالهم، هم دائما يطبقون شرع الله. Yeah.
الله في أعينهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم يا رب؟ لهم البشرى. الله يبشرهم في دنياهم قبل أخراهم، بشريات في الدنيا وبشريات في الآخرة. هم الذين إذا قالوا يا الله استجاب الله لدعائهم، فهم أناس تقضى حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم. مر مالك بن دينار على رجل فوجده مخمورا، فقال ما ينبغي لهذا الاسم أن يخرج من شفتين مخمورتين، فأخذ الرجل وطهره ونظفه حتى إذا ما ذكر الله وقال الله، ذكر الله وهو طاهر. فعل هذا لله، فعل هذا قربة إلى الله وغيرة على لفظ الجلالة. ما الذي حصل؟ قبل الله منه هذا العمل، وحول الله قلب هذا الرجل إلى حال غير الحال الذي كان فيه. فلما ذهب مالك إلى بيته وصلى قيام الليل، رأى في نومه أنه يهتف به هاتفا يقول له يا مالك، لقد طهرت فمه من أجلنا، لنطهرن قلبه من أجلك. وإذا طهر القلب سعد الإنسان. استيقظ مالك بن ذرار وذهب إلى المسجد، فوجد رجلا يبكي بكاء الثكلى، فلما اقترب ظن أنه رجل غريب، لكن لما نظر إليه وجده هذا الرجل المخمور الذي كان يسكر منذ ساعات. قال له أأنت أنت؟ قال الرجل بلسان عبد تاب الله عليه بل وفتح الله بصيرته، قال يا مالك أوما أخبرت الليلة وقالوا لك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. هذا حال عبد تاب الله عليه، بفضلك أنت تقضى حوائجهم بجاههم وبمنزلتهم عند الله. وإبراهيم بن أدهم يركب البحر في باخرة فتموج الرياح، فظل الناس يصرخون، الناس في فزع شديد، وإبراهيم بن أدهم جالس يذكر الله في استغراق مع الله. لأن الأولياء إذا ذكروا الله عاشوا بكل طاقاتهم وبكل أجسادهم مع الله. فجاء إليه الناس، يا ابن أدهم كدنا نموت وأنت هنا؟ قال ما الأمر؟ قالوا الرياح سوف تغرقنا. فما أن سمع ذلك حتى رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم كما أريتنا عجائب قدرتك أرنا عجائب رحمتك. فهدأ البحر في الحال كأنه قطعة من الزيت. الأولياء هم الذين إذا ذكروا ذكر الله، وإذا رفعوا أيديهم إلى الله جبر الله بخاطرهم. ما تجاهنا نحن يا سادة؟ علينا أن نسير على هديهم وأن نقتدي بهم. انظر ماذا كانوا يفعلون وسر على نهجهم. كانوا أكثر الناس عبادة، كانوا أكثر الناس زهدا، كانوا أكثر الناس ورعا،
كانوا أكثر الناس مخافة لله، كانوا أكثر الناس جبرا للخواطر. إذا أردنا أن نذكر الناس في هذه المجالس الطيبة فعلينا أن نعيش أخلاق آل بيت رسول الله وأخلاق أولياء الله. فإذا ترجمنا أحوالهم إلى واقع نعيشه صلح حال الأمة. تعرفنا عليهم، تخلقنا بأخلاقهم، لم يتبقى إلا أن نجعلهم في قلوبنا، فيحشر المرء مع من أحب. فمن أحب وليا أحبه الله. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحب يجبر والحب يجمع. اجعل الحب شعاركم في ليالي الصالحين.
مشاهدينا في كل مكان، بكده انتهت حلقتنا اليوم، وكل عام ومصر والمصريون دائما بكل خير وصحة وسلامة بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المباركة. رسول الله.